سؤال طويل شيخ صالح ملخصه أن لديه عددا من المصاحف ويسأل هل يلزمه القراءة فيها كلها أم يقرأ فيها بالتناوب مثلا أم تنصحونه يتصرف في الزائد منها جزاكم الله خيرا. الأحسن أن يتصرف في الزائد منها إما أن يعطيه من يحتاج إليه من إخوانه الذين ليس عندهم مصاحف أو أن يضعه في المسجد ليقرأ به المسلمون الذين يحضرون المسجد ويكتفي بمصحف واحد لا حاجة إلى جمع عدد من المصاحف لكن لو كان عنده عدد من المصاحف فإنه لا يلزمه أن يقرأ بها كلها هذا لا يلزمه ولكن كما ذكرنا إذا كان عنده زيادة من المصاحف فالأحسن أن يهديها لإخوانه ليقرأوا بها أو أن يضعها في المسجد ويكون له في ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولا يحرم نفسه من ذلك بحبسها عنده من غير حاجة إليها. جزاكم الله خيرا.